ممثل وسام حنا، اهلا وسهلا فيك عبر موقع الفن. لاحظت على صفحاتك بتوجه رسائل للاشخاص اللي بيغاروا منك او بيحسدوك او اللي بيضلهم يراقبوا تفاصيل حياتك، وجهت لهم رساله، مين هن هول الاشخاص وبرايك ليش بدو يعملوا هيك؟ ما بقى هي مره وحده انا كتبت عن هذا الموضوع، انا ما بحب كثير احكي عن الغيره، ببين انه انا حدا مهم عم بيحكوا عني كغيرتي، لا انا مثل كل العالم، بس مره حدا زعجني بشيء، كذا حدا زعجوني بشيء عن مستوى اللايف ستايل اللي انا بعيشه ولا بعيش هيك، هيك رديت عليه انه بهذه الطريقه انا ما خليتها بقلبي، لان قلت رح خليها بقلبي رح تزعجني فطلعتها. فمرسي في وسائل التواصل الاجتماعي تقدر تريحنا. برايك اللايف ستايل اللي كنت عم تحكي عنه هلا، انت تنشر تفاصيل حياتك ممكن يعرضك للانتقادات، لانه في بيقولوا انه في ناس يمكن ما معها تاكل، ما معها تعمل اللي عم يعمله وسام حنا. خبرك شيء، انا عندي تفاصيل بحياتي منا حلوه ابدا، وعندي تفاصيل حلوه بحياتي، انا بنشر الحلوه، اللي منا حلوه بحتفظ فيها، لانه ما بحب الناس اللي تشوف القصص اللي مش حلوه، لان انا مثل كل البشر، عندي قصص حلوه وقصص مش حلوه. فانا بس بنشر الحلوه، فبفكروا حياتي كلها على طول حلوه، لا هي حياتي منا على طول حلوه. حياتي فيها قصص حلوة وقصص مش حلوة، بس لأنه أنا بنشر الحلوة بفكروا أنه هيدي الحياة الحلوة. يعني أنا بسافر إيكونومي مثل ما بسافر بزنس مثل ما بسافر برايفت جات، بس لما بسافر برايفت جات بحط، لما بسافر إيكونومي ما بحط. فمش معناتها أنا ما بشبه الناس، أنا كتير بشبه الناس، والقصص اللي بعملها كل الناس اللي بتعملها، بس هيك القصص الحلوة بتستفزني انه انشرها لأكتر ولا أقل. بس انا كتير بشبه العالم، وحياتي ابدا مش مثل السوشيال ميديا، لان انت بتعرف السوشيال ميديا مش دايما بتعكس القصص المضبوطة 100%.